الممشى السياحي بخليج نعمة بمدينة السلام شرم الشيخ واحد من أهم وأبرز معالم الجذب السياحي التي يحرص زوار المدينة على زيارته من مختلف أنحاء العالم. أنا أول مرة يعني بجي هون على مصر يعني، بس يعني اليوم جيت يعني ووضع كتير حلو يعني، وكل إشي يعني فيه وكل إشي متوفر وكل إشي يعني تمام. وأنا من الأردن يعني. ما يميز خليج نعمة إن هو موقع سياحي متميز بالنسبة للعالم كله، وهو على البحر، موجود في البراندات وموجود في الكافات وموجود في كل حاجة، وموجود في الفنادق الفايف ستار، موجود في فنادق سيفن ستار، موجود في البارات، موجود في الديسكوات، موجود كل حاجة تميز فيها السياحة يعني. أوقات ممتعة يقضيها الزائر في الممشى السياحي والذي يطلق عليه نعمة لوقوعه في خليج نعمة بشرم الشيخ، حيث فرصة التسوق وشراء الهدايا التذكارية من تلك المدينة الساحرة. خليج نعمة ممتع انه نبقى موجودين فيه وبنتبسط فيه، انه مش بس الاجانب لكن احنا كمان كمصريين مستمتعين انه في حاجات نضيفة في بلدنا كده، ومستوى راقي انه نبقى شايفينه في بلدنا. مميز بشرم الشيخ كثير كان الاستقبال طيب، وفي السياحة فيها كثير كثير ممتاز، وانا يعني بشجع على الناوي يعني يجي سياحة يجي على شرم الشيخ بالذات يعني، لأنه الاستقبال والجماعة المصريين الموجودين فيها كثير كثير طيبين وكويسين. ووسط اهتمام مدينة السلام بفعاليات منتدى شباب العالم والمنعقد بمركز المؤتمرات الدولي، يبرز دور تلك الفعاليات في تنشيط الحركة السياحية وعودة مراكز الجذب المصرية إلى سابق عهدها. من مدينة السلام شرم الشيخ، مينا مكرم، أون لايف.